لا أجد كلمات جديدة أكثر مما قلته ومما قاله السادة المتدخلون خلال هذه الجلسة الافتتاحية. والأستاذ محمد اليازغي يعني من الراعي الذي بصم تاريخ المغرب ما بعد الاستعمار، يعني قيادات سياسية ونقابية وإعلامية يعني حاولت أن تعمل جاهدة على كل الواجهات لكي تضع المغرب على سكة الديمقراطية، على سكة العدالة بمفهومها الشامل، على سكة يعني توفير العيش الكريم لكل المغاربة وتحقيق التوزيع العادل للثروة. يعني هذا الحلم الذي حمله جيل من الرواد السياسيين التقدميين اليساريين وعبر الكتلة الديمقراطية أيضا في التسعينات، هذا تاريخنا يجب أن نعتز به وأن نعيد الانطلاق منه لبناء المغرب الديمقراطي، المغرب الذي يتسع لكل أبنائه وبناته. فأنا أظن بأن تكريم الأستاذ اليازغي اليوم هو تكريم مستحق لهذا الرجل الشامل.